حين يكون القائد قد تعلم حب الوطن وأسس القيادة في مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومدرسة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمهما الله. يكون حينها قائدا ومعلما ونبراسا. طبعا هذه الندوة أتت في وقتها لأن نحن نتكلم عن الآن أو المجتمع الإماراتي، توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة عن الابتكار، وجاء عنوان أو موضوع هذه الندوة يتكلم عن الابتكار. طبعا هذه الندوة تزيد كثيرا من مساحة الابتكار في المؤسسات الرياضية، من ناحية المعرفة، من ناحية نشر المعايير، من ناحية تحريك الجو الابتكاري في المؤسسات وبين أفراد هذه المؤسسات. ندوة دبي الدولية لله الحمد اليوم يعني أنهت جلساتها بثلاث جلسات، ويعني طبعا هذه فرصة دائما من خلال الندوة سنويا أن يكون في متحدثين من كل يعني مواقعهم بالنسبة للإبداع أنهم يقدمون كل جديد في هذا الشأن، وخاصة بالنسبة طبعا لنا إحنا في الجانب الرياضي. فلله الحمد يعني أنهينا الجلسات باستفادة كبيرة من المتحدثين، وكان ختامها يعني عن دعم المؤسسات الرياضية للإبداع، وطرحنا عن بولو الشاطئ رياضة جديدة، قبلها أيضا رياضة العين، وقبلها أيضا تحدثنا عن الإبداع، فكلها رياضات حديثة، رياضات جديدة.